يسعدني والله يا جماعة، عملت معاملة الدكتور. الله شفت الولد يا أخي رهيب مثلث. شفت شلون شلت الطفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع سبايدر مان مايلس موراليس، تسخينة خفيفة قبل ما تنزل سبايدر مان 2. وإذا تبون أكمل في تختيمها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولا تنسون اللايك، وإذا مو مشترك اشترك عندي بالقناة. ويلا نبدأ. اللعبة واضح راح تكون حماس، فلازم نبدأ بشيء حار. شاي طبعا. نقطة الوصول شارع 126. شنو رأيكم بالدبجة المصرية؟ أنا أشوفها ممتازة صراحة، بس ما أدري الكلام فيه عربي ولا لا. أحب الأجواء هذه والله، بس أنا خايف من الكوبي رايت. الله على أجواء ثلج، شيء خرافي. بعطيكم معلومة شباب، للي يفكر يفتح قناة باليوتيوب. جميل جدا. حلو تمام، بضغط ستارت، بروح للسيتنج، بوقف الموسيقى لسببين. السبب الأول أنا ما أبي موسيقى، والسبب الثاني ممكن يكون عليها كوبي رايت أو حقوق طبع ونشر، يعني الموسيقى هذه لشركة معينة أو شخص معين ما يحق لي أنا أني أنزلها عندي باليوتيوب، راح يعطوني مخالفة. لازم تتأكدون من هذه الأشياء. فبكل الحالات أنا ما أبي موسيقى، حنا بنلعب مستانس. هساعدك. شكرا. تمام. طيب هتضيف سبايدر مان الجديد؟ الولد؟ ممكن، بس الأصلي المفضل ليا. أيوة فاهم. صحيح، هو محل التاي قريب. كأنك صار فيه. علامة صفرة عند المبنى، هتشوفها. شكرا. الله على الأجواء. أتوقع هي بنيويورك صح؟ وسيب مساحة للعنكبوت الجديد، احتياطي. واو الأجواء خيال يا شباب. الأجواء الموكب. طبعا مثل ما قلت هذا تسخين حق سبايدر مان 2، ونشوف الدعم بالقناة. إذا الدعم عليها قوي يعني نسبة كبيرة إني أشتري سبايدر مان 2 وأختمها. بداية الأكشن. أنا لعبها قبل بس يعني لعبتها ممكن مدة ساعة بس. اول ما شريت البلاي ستيشن اعطوني معاها السي دي. يلا بينا. والله رهيب. اول ما شريت البلاي ستيشن اعطوني معاها سي دي لسبايدر مان اللي قاعد استخدمه الحين، هذا السي دي. ولعبتها شوي واعطيتها ولد اخوي، ختمها وجيت خليتها منه. تجيبها بلعبها في مكان مقزز بس متامن طول ما الاخطبوط. واو اتمنى. اعطوني معاها لعبه خايسه ثانيه والله ما ادري شنو، بس سبايدر مان كانت حلوه صراحه، بس لاني كنت مشغول في كول اوف ديوتي فما كنت العب سبايدر مان. للاسف ضيعت وقتي مع كول اوف ديوتي صريح معاكم. بس ما كانش فيه لبن بجوز الهند. قاعد يكلم امه. هشوف وسط البلد. الله على وسط البلد. الله على وسط البلد. الطريق بشع على الاخر. ايوه قرار سليم. اشوفك على العشاء يا ماما. يا خبر رهيب الدبلجة المصرية يا شباب. السرية ده الموضوع بيتعبني قوي. والله رهيب. انا صراحة احب العاب السوبر هيرو حيل، يعني عندي باتمان بالنمبر 1 يعني، مع احترامي لسبايدر مان طبعا. لازم اضغط الار2 واهدها واضغطها ثاني مرة.
شنو الاكس يسوي الاكس؟ اوكي انا بالال2 الار2 طبعا اكيد بالبدايه راح تحس بشويه صعوبه وبعدين ان شاء الله تتعلم تصير محترف. اوكي بالراحه هساعد سبايدر مان يحمي موكب السجن الكبير. انت قدها يا اخي خرافي. اهدى كده والله خرافي. شلون يركض بيت بيت هنا؟ بخطف لي كوبايه قهوه على السريع. بيتر صح؟ بيتر ايه؟ ايه اخبار اللي بتشربه؟ حلو حلو جدا. تمام يلا بينا. يلا بينا يلا. عالم يا هلك اثنين شفناك. دي فعلا والله شيء خرافي يا شباب. اكيد مئات المجرمين هربانين من الرخ. حلو الباركور بسبايدر مان شيء خرافي. حتى في باتمان يعني احب خصوصا شخصيه باتجيرل رهيبه. في تشويش هنا. حد من اللي ساعد دوك اوك موجود هنا؟ غالبا ممكن يكون النسر او العقرب. العقرب اضخم شويه. تحيه لاخواننا المصر. عندنا مشكله حبايبنا في مصر على الدبلجه الرهيبه. انا مايلز كيف اتصرف؟ ما تقلق مايلز. لا واو يا شباب شيء خرافي والله. يعني امكانيات ضخمه جدا جدا. تدرون ان الالعاب بعض الالعاب تفوقت على افلام سينمائيه ضخمه جدا. الحين نحرر السجناء. ما نحرر سجناهم راح يكونوا باعداء بالاخير. فهمت شلون؟ واو هيليكس 2 وقعت. ما فيش اصابات. الشحنه تاثرت. فريق الاستجابه انبعث. ناخد الشحنه. انا اسف ما كانش قصدي. ما تقلقش الموضوع في ايدينا بس محتاجين نتصرف قبل. اوف اوه قبل ما ده يحصل. والله طلع لنا واحد ضخم يا شباب. اهلا يا عناكب يا صغيرة. منو هذا زين؟ احنا العناكب صغيرة؟ اوف ايه ذكرته والله ذكرته. الحين لازم اروح اركض فيه. فهمت شلون؟ وكسر. تمام لازم اسيطر اتصرف. مثلث خذ انت خذ خذ دائرة. بيت مش هيثق فيا في مهمة. تعال تعال كلكم حبايبي شغل حلو بالهليكوبتر. كلكم تظاهر انكم ما عرفتوا. انتم ما عرفتوا مايل سعدنا. خذ هذه انت ونتناقش. وانت خذ هذه خذ هذه يلا خذ هذه. اوكي دائره. طبعا اذا تقدمنا باللعبه راح نحصل على مهارات. وراك اوف 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 رهيب. اوه ايه هذه شوف شلون جو تانين قاعد يفكر. سجناء قصدي. اوكي هذه حق ال اوف. ما ينفعش خايف امل. يا ساتر اخي والله رهيب. طبعا المهارات تجينا شويه على ما نعرفهم يا شباب. والله يا شباب قاعد اتحمس حيل اني اجرب سبايدر مان 2 صراحه. خذ مرعب شويه. والله لا اسوي لكم كريسمس انتوا يا ابني. ده شغل فن. مش ده اللي ممكن اقوله. والله يا شباب كفختم تكفيخ. واو تعال تعال تعال. ما ادري ليش حسيت اني متحمس للعبه شباب. يلا يلا هرب يلا يلا نقعد. لا امسح فيكم الارض اللي تلمسني فيها. هذا لحد الحين موجود. اوووه ليل الليل. لا 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 كان يضرب المسكين. اوف
الامكانيات باللعبة تخرع على قولتهم. ده مش حلو. اضغط شنو؟ L2 R2 X. اوه اسف، عيد سعيد. اوكي 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 اوكي. على مقياس من 1 لـ10، ايه رأيك؟ والله ما خليك يا جبان، والله ما خليك يا جبان. شايفينه العناوين بكره هتبقى جامده. اوحش حاجه الهجوم. والله ما خليك يا جبان، احنا محظوظين قوي. والله ما خليك يا جبان. يا جماعه شيء خرافي. اوه يا خبر، حفله الشتاء. شو نسوي لزين؟ الموضوع بدا يبقى سيء فعلا. ما تبقاش سلبي. والله يا شباب شيء من الخيال. والله يا شباب شيء من الخيال. ممكن تساعدني هنا شوية؟ أيوه هساعدك. دائرة. تمام يا بيت، هتصرف. الله يا جماعة إمكانيات شيء أسطوري. أذكر هذا، أذكر هذا اللحظة. ناسة عن كبوت يا صغير. أنا نمشي ونكسر وأخر عن الناس عشان ما أدعمهم بس. واو! وخر عن الناس، لا تضرب الناس يا حبيبي. ما عندكش أي هوايات؟ بحب أصطاد في نهر الفولجا. والله يا ضربتي عاملته معاملة الثور. والله يا جماعة عاملته معاملة الثور. الله! شلت الولد يا أخي، رهيب مثلث. شفت شلون شلت الطفل؟ يا الله، والله يا شباب يعني سبايدر مان وش راح تكون؟ راح تكون شيء من الخيال. طريقي صح انا ولا شنو؟ ربحت جائزة. ضعيفة دي، ده تهديد ضعيف جدا. سهلة برضه، ممكن نقول جوست ذا فوك فاك تس فاك. دشيت بنص الاستوديو يا شباب، اسف يا بابا نويل. والله ما تروح، ما تفلت من مايلس لو شنو ما يصير. لسه بحاول الاقيه، اصلها مغامره نوعا ما. ايوه انا تمام. يعني اشوف تختيمها ممكن يكون افضل من تختيم جراند، لان الاغلب قال لي جراند قديمه جراند قديمه، بس انا ودي العب جراند. فاهم شلون؟ بشكل راح اسحب عليها وسبب سبايدر مان. انا راح اوقفه يا بيتر، رفع عليك بس. تعال يا شو اسمك يا حبيبي انت؟ ايش طولك؟ ايش كبرك وتخاف؟ احنا لازم ندمره بسرعه. تمام هنعمل ايه؟ يلا بينا نزود الحماس. عملنا معاملة الثور. وحش جدا. دخلناه بالغاز. بيت انت كويس؟ اذا انت كويس انا كويس. لا 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 انا كويس، هتصرف. انا جاي لك، استعد. والله دمرنا نيويورك. ها تمام، ممكن احتاج دقيقه. الله جاني معاه ار بي جي. ول 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 وخر دائره. تعال، كمية اكشن يا شباب. يعني انتوا فوق ما انتوا مساجين، معاكم ار بي جي يا جبناء. لا 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 لا، ايش قاعد تضرب انا؟ ايش فيك؟ هي امشي يا سبايدر مان. شنو هذا؟ زين يا باشا، انا بحاول اساعدكم. اوه لا، شنو ضربني؟ تعال انت اللي ضربتني بالار بي جي. اوف والله شكلي بموت صح؟ ناس كثير فوق.
والله شكله شو نهيل زين. فوق فوق. يا سلام عليك يا اخي، انت العشرة، روح اكس دائرة مثلث. والله يا ضربت فيه الارض يا شباب، والله يا ضربت فيه الارض. شلته ربطت، هذا شوفوا ربطته بالخيوط. مثلث دائرة. والله لو اوقفهم يا قاعد يعطوني مهارات. شو شلون؟ نزل السهم تحت. وات ديام. شيل هذول يضربهم فيهم، عرفت. لا هاك هذه. وين بعد؟ وين الاوف هذولهم؟ اوف هذا رجع ثاني مرة، يخرب بيته. زين مثلث ما ينفعش بيت يخرب، عمره ما بيخسر. حنضربهم بهذا، حنضربهم بالدرام. القم انت وياه. اوف هذا بعطيه دائرة مثلث. والله يمسحت في الارض. خلينا نروح البيت. بيت وينه؟ بيت اوف بيت وينه؟ بيت محتاجني، لازم اتحرك. ارجع فوق. هني بيت وتوهقت. والله يمسك بيت، مسح فيه الارض. بيت افا يا بيت، افا يا بيت. اصحى. هذا اللي تونا كنا عاملينه معاملة الثور يسوي فينا. افا سبايدر مان ده عطلان، عاوز ابدله بواحد جديد. هذا عطلان. الحين بوريك من العطلان ده شكله. الحين بفقع وجهك الحين. مايلز ان شاء الله نقدر عليه من اول مواجهه ان شاء الله. اذا في فايت بينه وبينه. ارجع. ايه ده؟ الله عليك والله وحش يا اخي. الله عليك والله على 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 1000 ريال. والله اسرعه. والله يا عطاه وحده تدمر وجهه. جتني قدره الكهرباء. والله نايس. شو شلون؟ اوف. اعطيك. والله لا ادبك يا وصف. والله لا ادبك يا وصف يا متخلف. انت تعيش بس شريكك يموت. حاجه مش متوقعه. ايه تكفى، عطى وحده. هاكادي يا اخي اسطورة. هاكادي ما ياثر فيه تصدقون. بتحاول يا صاير. هاكادي ما تستهدفش اصحابي والا هاذيك بجد. كلش ولا بيتر. زين قسم بالله امسح فيك لاف مسحني. والله كفخني يا شباب، والله يعاملني معاملة كره قدم. اي نظام المراوغات. ابعد عني يا ابن الناس. مكاني قوي جدا صايرين. الكلام الحلو مش زين. وين الاستمنة ماله؟ وين الهيل ماله؟ شلون اعرف كم باقي له بالضبط؟ قسم بالله وسخرته، هزأته يا شباب. هكذا يلا. احنا عامل معاه الثور ولا شنو؟ اوف والله مسحت في الارض يا شباب، مسحت. والله مسحت بوجه البلاط يا شباب. لا كنت بضربه والله بسوي. لا تكفى. تعال. اوي ملكم قسم بالله. تكفى وجهك
قسم بالله فجرت وجهه برب. لا مسح فيني لو خلاص. سو مربع دائرة. ايه تحفة. ايه عامل معاملة الثور يا وحش. لا لا انا بكره الموت ارضاتي. هكادي بقولك ايه. لا تكفى. هو الرجل وحش قوي كده. متأكد انك مش عايز مثلا ترجع هناك. انا شخص يا اخي اسطورة والله يا مايلز. روح له روح له هجم عليه. دمرتك والله. الله عليك والله انت اسطورة. اكشن مو طبيعي يا جماعة. تقريبا تقريبا يقول والله شكله مسك مسك بيتر مسح فيه الارض. ها شنو هذول بعد معاي ضدي. والله شكله معاي اتوقع. لا شباب وين معاي. ايه معاي. واو بجد. واو. سايمون كريجر رئيس قسم البحث والتطوير في روكسون. نعم فرصة سعيدة. وانت كمان. اسف تقريبا الكرة بتاعتنا عندكم. ممكن راح يرجع ثاني مرة صح؟ ساعدتنا لسه شارين المكان ده وكنا هنهدمه ونطوره. بس انت سبقتنا. بشكرك جدا. انتوا الاثنين تقتلوا راينو لوحدكم. لا يبقى انا بوحدي بس. انتوا جامدين قوي بقى. شكرا. بس هو لسه خطر. احنا هنسلمه للشرطة. انت عارف افتكرت الجنود الخارقين دول مبالغة لغاية ما حاجة زي دي تحصل. او نداء الواجب. مبسوط قوي اني قابلتكم. والله رهيب. الدبلجة 100% واللهجة المصرية حلوة صراحة على اللعبة. ايوه ايوه تمام. فيها شوية كوميديا على قولتهم. كوميديا بيضاء. كهرباء حيوية. واو. بكل صراحة عندي غيرة. لا بص. أنا ولا حاجة جنب الأصلي. ممكن نكمل بكرة تحليل بسيط. في نسخة سبايدر مان 2 راح يكون أيوة. تبدل بين مايلز وبيتر متى ما تبي. كيف مش هقدر أبقى موجود لمدة أسابيع. أنت بتهزر يا بيت صح؟ لا ام جي مسافرة تبع البيوجل وطلبت أكون المصور بتاعها. كأنها كده أجازة شغل لينا. آه يا خبر. اسمع ما افتكرش اني مستعد اطير لوحدي. انا بوظت الدنيا النهارده قوي وقت الهليكوبتر. بعد كده عملت شغل جامد وانقذتني يا مايلز. مجرد افا يا بيتر. هي انا في الشغلانه دي من 8 سنين ومن غير دعم. وصدقني بوظت الدنيا كتير قوي. بس الواحد بيتعلم. هو ايه ده؟ يعني هديه كريسمس. الله 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 الله. لازم تأدي القسم. رسومات خيال خرافية. أقسم إن أنا هبذل أقصى جهدي عشان المدينة دي. أوعدك. أوعدك دايما معاك. هو الوعد ده بجد؟ طبعا أكيد ده مش لعبة عيال. أشوفك قريب يا سبايدر مان. سبايدر مان الوحيد في نيويورك. وصلت نسبة أنا سبايدر مان 95% الوحيد. أشتري سبايدر مان 2 وألعبها. شيء خرافي. كمية أكشن أنا باللعبة. أنا سبايدر مان الوحيد هنا. مو طبيعي صراحة. بلاش تبوظ الدنيا. نبي باركور بالمستانس. كومبليت. خلصنا المهمة الأولى. أعطاني كم؟ والله أعطاني إكس بي كثير. ليفل 1 ليفل 2 اوكي نايس. فتح لي سكيل. زاد لي الهيلث. اعطاني 20% من الميل دامج. سوينج سبيد.
الزاد اللي من دمجه. اوكي خلنا نفتح المهارات. اقدر افتح مهارة ولا ما يصير؟ اوكي هذه المهارة الاولى اتوقعتها موجودة عندي اساسا من قبل. الحين بوريكم المهارة الاولى اللي فتحتها. تضغط الون مربع واكس. خلي اشيل الفيس كام عشان تشوفون. شوفوا تضغط الون مربع واكس شوف شو يسوي. ينط فوق ويضرب بالارض ويطشرهم. الحين نروح لاخر واحدة. شوف هذه مربع، اربع مربعات ورا بعض، مثلث، كلها لازم تفهمها. شوفوا مربع ومثلث، فكلهن صراحة شغلات حلوة. نروح للماب، شوفوا الماب شلون اكبره واصغر. شوفوا الماب كبير. طبعا سبايدر مان 2 راح يكون اضخم من الماب هذا او يكون دبل. وطبعا هني اكون وصلت لنهايه المقطع. يتبوني اكمل في تختيم سبايدر مان. لا تنسون اللايك والسلام عليكم. دلوقتي انا في الحديقه بشم شويه هواء. حلو قوي، قابلني عند المدرج الروماني، محتاج اوري لك حاجه. ده ليه دعوه بشغل العناكب بتاعك؟ ارجوك قول لي ان معاك حته من ارن راينو مثلا. الصور اللي شفتها لمواجهتك ضده مش معقوله بجد.